تخليدا لذكرى مظاهرات 17 من أكتوبر 61 المجازر التي ارتكبتها فرنسا في حق المهاجرين الجزائريين، نظمت جمعية الولاية لكهول اللاعبين القدامى دورة كروية جمعت قدماء لاعبي أولمبي المدية بقدماء لاعبي المنتخب الوطني. معمر العروسي حضر هذه المباراة التكريمية. المناسبة اللي صارت فيها هذه الدورة هذه مناسبة 17 أكتوبر، احنا سعداء بوجودنا هنا في مدينة المدية ومشاركة يعني الشعب المدية في هذه المناسبة هذه، ونتمنى إن شاء الله توفيق الازدهار للجزائر. وأنا أظن أنه للنجاح في أي مشروع رياضي في التكوين او انشاء فرق كبرى لازم لم شمل اللاعبين تاع الفريق الوطني تاع 86 82 او 90، راهم حاضرين هنا، راهم قدوه للشباب الحالي. رانا موجودين هنا في ولايه المديه وبالضبط في ملعب سي حمدان من اجل حضور دوره كرويه بين قدماء لاعبي اولمبي المديه وكهول لاعبين قدماء المنتخب الوطني، من اجل افتتاح اكاديميه امل المديه اللي نتمناه ان شاء الله يخرجوا منها لاعبين كبار. روعه متعه للعين تبارك الله، وشفنا يعني النجوم اللي كانوا صنعوا الحدث وخلوا البصمه نتاعهم يعني في الميادين، اليوم متعه روعه يعني في بوابه يعني المديه، بوابه للثقافه، بوابه للرياضه. وهذه المبادره هذه اللي قام بها كما يقول لك ربي اجره ويجازيه على هذا اللقاء اللي الناس قاعد تلاقات فيه، ورانا فرحانين، قاع الناس راهي فرحانه.